هتطلق؟ اتفضل بعد كده لو عندك ضيوف يبقى اديني خبر عشان ما اجيش واحرج نفسي. مرسي مبروك، انا حامل هتبقى اب. مبروك يا مرسي بيه، جالك ولد، الخالق الناطق حضرتك. بصيت له كويس يا عباس؟ الا بصيت له، طبعا بصيت له. شبهي مش كده؟ اه، واخد رجولتك وجمال الست والدتك. وكمان واخد رجولتي؟ بقول ايه؟ اللي انا عايز حضرتك، تلاقيك كنت خايف عليها قوي وهي بتولد. حد ما يخافش على مصدر رزقه يا عباس. يا سلام، هو ده الزواج السعيد صحيح. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. مبروك يا مرسي. عقبالك يا نرجس، لما تخلفوا الذرية صالحة من أبهات محترمين زي حالاتي. بطل هزار بقى وروح شوف البيبي في أوضة الأطفال. مش لما أطمن عليك الأول. أنا بخير. كلها كام يوم وأخرج من المستشفى. تعال يا مرسي، تعال متع عيلك بضناك. لا والله أنا غالي يا نرجس. أنت هتقول لي؟ تعال ما أوريهولك. لا خليك أنت، يمكن سلوى تحتاج لك في حاجة. طب والنبي يا مرسي، وأنت بتبوسه ابقى سني. مبروك يا روح قلبي. يعملوها كبار ويقعوا فيها صغار يا صاحبي. يا ترى انت ابن مين بالظبط؟ مصيبه انك انت نايم هادي ولا على بالك. انت هيهمك ايه؟ بقى ليك رب رسمي والمساء الاخر تمام. تعرف فيك شبه من زكي بيه؟ لا، ايدك بس هي اللي شبه ايده. عينيك بقى عينين فتحي بيه. مناخيرك مناخير فهمي بيه على رمزي بيه. شعرك بقى قمر الخالق الناطق شعر الحاج محمد بتاع البسبوسه. ولسه لما هتكبر بقيه المساهمين هيبانوا. الغريبه يا اخي فيك شبه من كل الناس الا من انا. وبالرغم من كده فانا ابوك قدام الناس وقدام الحكومه. شفت الحلاوه؟ مبروك انا ولد وهي بخير ومستناك في اوضه 7. بقول لك ايه يا قمر؟ 10 جنيه ايه؟ اي حد معدي قول له مبروك انا ولد والهانم بخير ومستناك في اوضه 7. ايه الحلاوه دي؟ مساء الخير. مساء النور. كنا زي اليتامى من غيرك. متشكرة أوي. والله متشكرة. كفاية بقى، ادوني فرصة أقول أنا كمان. يا أخويا من غير ما تقول، هي عارفة حلاوتها وغلاوتها عندنا. حلاوتها وغلاوتها عندكوا حاجة، وحلاوتها وغلاوتها عندي أنا حاجة تانية. انتوا هنا؟ ها؟ ايه الاخبار؟ مرسي بيكسب زي العاده. راجل ايه حظه عالي. اه
المكاسب هايفه يا جماعه. عايزه حاجه يا حبيبتي؟ 100 جنيه. معاك. عايزاك دقيقه واحده، ممكن؟ طب هلف الدور ده واجي لك على طول. انا معايا 4 نسوان. ولا واحده يبقوا 5. تكسب يا مصري. هتكسبني تاني؟ حظك. ولا ايه؟ طبعا حلق، ده انا اساسا بتاع لعب. تعالى كملي الدور بدالي. انا اذنك يا جماعه. اتفضل يا بيه. هكلم زوجتي حبيبتي شريكه حياتي. طبعا ام ضنايا وحبيبي. الله، مش طاعه الزوجه واجب ولا ايه؟ طبعا. مش انتوا بتطيعوا زوجاتكم برضو؟ الله اكبر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا حاجه. انت بتلعبي بره وانا بلعب جوه، كل واحد بيلعب بطريقته. من امتى بتعرف تلعب؟ ما حبيتش اضيع وقت وانت في المستشفى. هما يلعبوا اه، لكن احنا لا. لا حول ولا قوه الا بالله. ده بدل ما تشكرينا على اني بوسع نشاطنا وبزود رزقنا. ازيك يا فوزيه؟ وازاي ماما؟ ماما لطيفه قوي. مرة تانية مفيش ده هتزودها مع أي واحدة من الموجودين. زي ما حصل دلوقتي. ليه؟ ليه الأفكار الرجعية دي؟ ما تاخد الأمور ببساطة. سان فوسون. تشيديو. نو 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 نو. أتنسيو تي بارول. إيه ده؟ فرنساوي؟ لا أنت ما دريتيش. لا. الزمن بيعلم حاجات كتير. رمزي بيه. خير يا مرسمين؟ لا خير ان شاء الله. واحد صاحبي من بتوع النادي، اخويا وحبيبي زي حضرتك كده بالظبط، مستورد مركب تفاح. بس تفاح ايه؟ من اللي قلبك يحبه. المركب عليها 200 طن، هم في المينا مش عايزين يدخلوا المركب قبل شهر. بالطريقه دي التفاح هيبقى طرشي والراجل هيتخرب بيته. والمطلوب؟ كلمه منك، المركب تدخل المينا وانت القرشين الحلوين يدخلوا جيبك. ده كلام. هناخد رشوه يا مرسمين؟ اعوذ بالله. حد جاب سيرة رشوة راجل؟ دي هدية والنبي قبل الهدية. ثم ان السلوى ملهاش خاطر عندك ولا ايه؟ سلوى في عينيا، بس دي مسألة مبدأ وكرامة. وبعدين بقى ما احنا كمان عندنا مبدأ وكرامة وعلينا نفوت لك من يوم ما اتجوزنا. فوتنا انت مرة. وبعدين المثل بيقول يا راكنين على قفايا قفايا من راكن داب، ساعدونا انتوا حبة لو كنتوا حقيقي اصحاب. خلاص يا مرسي بيه، تحت امرك. بكرة المركب تدخل هنا. أنا أحب اللون ده. يا سلام، إيه ده كله؟ ما تعرفيش حد في الجمارك؟ لا، ما حصليش الشرف.